الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي لفحص طبي في تمرين الفريق، واللي هيقام بكرة يوم الاثنين على ملعب مختار التتش عشان يطمنوا على حالته ويحددوا فترة علاجه ومعاد رجوعه مرة تانية للتمرين الجماعي. تعرض طبعا جيرالدو لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وده كان خلال مشاركته في مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز. غاب اللاعب عن التمرين الجماعي، وكمان قلت فرص إلحاق جيرالدو في مباراة مصر المقصة قبل ما يخضع للفحص الطبي، بسبب طبعا رغبة الجهاز الطبي ان هم يأمنوا رجوع اللاعب وما يتعرضش لمضاعفات، وكمان بيتوقف تحديد فترة علاجه بشكل نهائي ومعاد رجوعه مرة تانية بعد الفحص الطبي. شارك جيرالدو لأول مرة مع النادي الأهلي في مباراة سموحة اللي كانت مؤجلة من الأسبوع ال15 في بطولة الدوري العام، وانتهت طبعا بفوز النادي الأهلي، وخرج اللاعب الأنجولي بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية. كمان موقع يلا كورة قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي اعلن عن تفاصيل اصابة وليد سليمان لاعب وسط النادي الاهلي واحتمالية خضوع اللاعب لعملية جراحية. صرح طبيب النادي الاهلي وقال ان الاشعة اللي عملها وليد سليمان اثبتت تعرضه لاصابة بالجزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع كمان في رباط صابونة الركبة، وإصابة خفيفة في الغضروف. وقال كمان أن فترة علاج اللاعب ومدة غيابه هيتم تحديدها بشكل نهائي بعد ما يتأكدوا من مدى حاجته للجراحة، ولا هيكتفي بس بالعلاج بسبب طبعا إصابة غضروف الركبة. كمان